مشاهدينا رجعنا لكم مره تانية بعد الفاصل وبنبدا معاكم اولى فقرات نهارك سعيد. طبعا زي ما قلنا في الانترو ان شهر رمضان بيجي زي ما احنا عارفين طبعا كلنا ان مره واحده في السنه، بس المره الواحده اللي في السنه دي بيجي يعمل ايه؟ بيجي بس مش عشان نصوم ونفطر ونصلي، بيجي عشان كمان بيغسل السنه كلها من الطاقات السلبيه اللي كانت موجوده طول السنه، وبيدخل بقى مكانها طاقة إيجابية. إزاي نستغل الطاقة الإيجابية اللي بتيجي في الشهر الواحد اللي في السنة ده ونستغلها وإن إحنا نعلى روحيا، مش بس إن إحنا نصوم عن الأكل والشرب، لا كمان إن إحنا إزاي إن إحنا نستغل ده روحيا، وإزاي نستغل الطاقة الإيجابية اللي موجودة في شهر رمضان ده، اللي هنعرفه النهاردة من أستاذة دينا سعيد لايف كوتش. صباح الخير يا دينا، منورانا في نهارك سعيد. صباح الفل. دينا طيب قولي لنا بقى النهاردة اللي إحنا مش عارفينه عن شهر رمضان. إحنا عارفين شهر رمضان بنصوم ونصلي ونزكي نعمل خير، خلاص ما نعرفش بقى الطاقة بتاعت شهر رمضان. تمام. طيب هو الأول رمضان الباور اللي فيه أو القوة اللي فيه بتكمن في أن الناس كلها في نفس الوقت، الباور الجماعي، يعني كلنا ممكن نعمل الصيام في أي يوم، بس إيه اللي بيخلي رمضان بالذات سبيشل؟ أن الوقت ده يعني أغلب الشعب صايم في الوقت ده، الباور بتاعت الجماعة. فليه ما نستغلش ده ان يبقى كلنا سوا ويبقى وقت حلو وفي نفس الوقت نكونكت نشحن السنه كلها. يعني شهر رمضان اللي بيشحن لنا باقي السنه. طبعا لو سبيريتشولي اللي هو ازاي ان انا اعرف افصل، صح، ازاي ان انا اعرف، عارفه زي الباتري بتاعت الموبايل اللي هو ما ينفعش تبقى على طول كل ما تيجي قربت تفضل تنقص حاجه بسيطه ان انا اشحن تاني، لا بالعكس. ان انا المفروض ان اول ما تبقى الباتري افصلها خالص اجيب الزيرو، حتى تلاقيه في الانستراكشنز بتاعت اي باتري اجيب الزيرو خالص عشان لما اجي اشحن تاني عشان تبقى باور اعلى. تبقى باور اعلى. جسمي بيشتغل بنفس الطريقه. اكل شرب اكل شرب اكل شرب على طول، ده يعني ريتشارجنج بطريقه متعبه شويه. فالفصل بتاع الامساك اللي هو ان انت تمنعي اكل وشرب ده مختلف خالص عن ان انت تمنعي اكل وشرب وتوصلي الانرجي السبيريتشوال او الروحيه. يعني انا لما بفصل الاكل والشرب الطاقه بتاعتي بتعلى؟ لما بفصل اكل وشرب في طريقتين، طريقة أغلب الناس بتعملها وطريقة تخليكي ما تتعبيش في رمضان أصلا. إيه بقى الطريقة اللي ما تتعبش فيها في رمضان؟ الطريقة اللي احنا بنعمله إيه؟ الطريقة للأسف أغلب الناس بتعملها اللي هي بتفصل أكل وشرب، فتلاقيه مواعيد الشغل باظت وتلاقيه نام. إن هو مركز إمتى الفطار هيجي بالظبط، مركز اللي هو أنا محروم من الأكل محروم من الشرب، مركز على إن كل حاجة لا تعبان ما فيهاش طاقة. أنا مش هنزل الشغل النهاردة عشان أنا صايم، مش هعمل مش عارف إيه عشان أنا صايم. بالزبط. بيوقف حياته كلها عشان الصيام، مستني وقت الفطار وقت المغرب. وعلى فكرة عنده حق، لان هو انت دلوقتي انا بشتغل بايه، هو كان فاهم ان كل اللي بيشتغل بيه اكل وشرب، فهو انت فصلتي له ده من غير ما تديله البديل، لازم يتعب، يعني لازم يبقى كده الوضع مختلف خالص. احرك المايك احسن كده. تمام. اوكي. لو انا هعمل ده اكل وشرب بس، يبقى انا كده انا فعلا تعبته، حقه ان هو يتلاقي العمال كلها تعبت، الموظفين كلها تعبت. ليه؟ لان انت ما اديتيلوش بديل وهو مش فاهم فكره البديل وعنده حق. اوكي. احنا عايزين نفهم فكره البديل، عايزين نفهم ازاي نكونكت تاني بالسبيريتشوال، عايزين نفهم ان في حاجه في رمضان ممكن نعملها تشحننا زي الاكل واقوى، بس بالتدريب، يعني ما بتجيش من اول يوم، بتيجي من اول اسبوع لو عملتها ورا بعض مثلا 7 دايز، وبعدين بعد كده هتكملي رمضان ولا اكن في حاجه، بالعكس هتلاقي طاقتك اعلى. طيب ايه هي بقى؟ تمام. خلينا نتفق ان الحاجه كل ما تقل الكثافه بتاعتها كل ما تزيد فايدتها لجسمنا. احنا قلناها قبل البروجرام اللي هي بتاعت الاكل. انا مثلا دلوقتي اقدر اقعد اشرب بس، يعني في اصلا نوع من انواع الديتوكس اللي هو الديتوكس المائي اللي هو اشرب ميه وما اكلش، يقدر يقعد كده ايام، ممكن يقعد كده اسبوع عادي ما فيش مشكله. فكده الاكل يقدر يستغنى عنه لو في شرب. طب الشرب يقدر ياكل وما يشربش؟ لا لا طبعا. لو ده هيقدر يقعد من غيره اسبوع، ده مش هيقدر يقعد من غيره يوم يومين. طيب لو انا بتكلم دلوقتي في النفس، يقدر يقعد من غير نفس كام دقيقه؟ يعني 5 دقايق. ده لا كده خارق. يعني خارق للطبيعه. فكده في اكل وفي شرب وفي نفس. طب النفس ده اكيد جواه حاجه تانية. بصي، حتى انت لما بتبقي تعبانه وتتنفسي بس دي مختلفه، بتحسي ان انت مختلفه، بتحسي ان انت مستريحه بالطريقه دي اكتر بكتير. بتحسي ان انت اتشحنتي من الاول. اصلا في ناس بتتكلم ان نوع ادمان السجاير اصلا بيبقى عشان خاطر هو وهو بيتنفس على طول ما بيتنفسش للاخر، فبيشرب بس السجاير عشان يتنفس للاخر، مش عشان الدخان والقرف اللي بيدخل ده. اوكي. ودراسات كتير جدا اتعملت على الحاجات دي، يعني اللي هو الادمان للنفس مش للدخان. ادمان ان انت تتنفسي النفس للاخر وتطلعيه كده، ايا كان بقى نوع الادمان بقى، بيعملوا في شيشه، بيعملوا في سجاير. طب انت ممكن تعمله من غير القرف ده ما يدخل صدرك. يعني عادي، هوا عادي. اوكي. بس الناس فعلا
يعني هو مش عارف يجمع ان النفس ده، عشان كده بيجمع، بيقعد يعمل انكرنج، بيعمل اللي هو رابط بين السجاير او الشيشه بان هو النفس، ان هو بيتنفس. الاخر هو مش فاهم ايه اللي بيحصل، ده بيريحه بس هو مش فاهم ليه. بيعمل انكرنج ان ده بيبقى معاه صحابه فبيبقى مبسوط في السجاير او الشيشه، وهي مش كده خالص. يعني احنا دلوقتي بنركز في الاكل والشرب ونسينا النفس. ونسينا النفس، النفس الحلو بقى مش النفس التاني الحلو المليان دخان ده. أيوه. اوكي، النفس ده انت ممكن البني ادم بدماغه والنفس ده يقدر يكونكت في حاجات، يعني ممكن نكسبوزت شويه بطريقه اوضح، يعني ممكن تبان غريبه بس والله العظيم الكلام ده يعني مش كلام كده خزعبلي ويلا نتكلم في الانرجي وخلاص. الكلام ده مدروس في العالم كله، ممكن يكون جديد شويه في مصر بس هو موجود في العالم كله. ان دلوقتي الباور اوف ايماجينيشن او الخيال مش لعبه، يعني بتستخدم دلوقتي في الحروب، بتستخدم دلوقتي في التخاطر، بتستخدم دلوقتي في حاجات كتير جدا. خلينا نبسطها خالص، زي مثلا الام لما بتحس بابنها وهو في حته تانية خالص، هي عرفت منين؟ اوكي، ففي ايماجينيشن، في كونكشن، هي بتعرف توصله طاقيا، في رابط بين الام وابنها بالزبط. بيخليها تحس بالزبط. والتوينز كمان بيحسوا ببعض بالزبط. يعني في حاجات كتيره بتبقى يعني ممكن الانسان لما يفكر فيها يقول دي بتحصل ازاي. بالظبط. كلميني بقى عن النفس، يعني احنا المفروض نتقبل بقى كل الافكار الجديده معمول عليها دراسات، فاحنا دلوقتي عايزين نعرف طيب النفس وعلاقته بشهر رمضان وازاي نستغله بقى ان احنا نستغنى عن الاكل والشرب. طيب هقول حاجه ممكن تبان فيري نايف او حاجه ساذجه جدا، بس والله العظيم هي دايما صعوبتها في سهولتها. وانا اول مره اتقالي الكلام ده بصي وقعت من الضحك، يعني اللي هو فاضحكوا براحتكم بس جربوا، يعني طيب خلينا بس نحط السبيس بتاعت ان احنا نجرب الموضوع ده. اوكي، انا لقيت حرفيا ان انا زي كل الناس بتعب، بدات اتعب جامد جدا في رمضان. بدات ان انا مش قادره اشتغل، مش قادره اعمل حاجه، مش قادره، قلبت ليلي نهار ونهاري ليل. الكلام ده تقريبا كان من سنه او سنتين. اوكي، مش قادره خلاص، يعني بقيت بشحر زي ما بيقولوها كده بالظبط. طيب قعدت اذاكر وادور على القصه دي كلها، لقيت ان انت ممكن باستخدام النفس للاخر ده والخيال بس تشبعي وما تعطشيش وما تتعبيش، وصلوا باور منها. بس الناس دي متقدمه قوي، يعني اقصى حاجه قدرت اعملها يوم يومين بالقصه دي من غير اكل ولا شرب ولا اي حاجه خالص، ولا حتى سحور وفطار. جربت يعني اوكي، بس في ناس وصلت قدرت تعملها لغايه ايام واسابيع. اوكي، طب ايه الكلام الغريب ده؟ والانرجي بتاعتهم كانت اعلى من الناس العاديه، وده كان بالنسبه لي شك، يعني اللي هو ازاي هل انا ممكن بخيالي ان انا بس اكونكت سبيريتشوال مع ربنا، ان انا ابدا اشبع نفسي واتنفس كويس وانا بدخل النفس وانا بطلعه، بطلع نيجاتيف انرجي وانا بدخله كده. ممكن. ازاي بقى؟ جاست الايماجينيشن، بيور ايماجينيشن، مفيش اي حاجه تاني. يعني اتخيل ايه؟ بس مش نتخيل كده واللي هو واحنا حاسين ان الموضوع فيك او اللي احنا بنمثل، ما اقصدش ده خالص. انا بتكلم ان انت تصدقيها، اصدق بجد ان انا I'm taking energy، يا رب انا دلوقتي تعبان وعايز اتعلم ازاي افصل الطاقه الارضيه خالص، الاكل والشرب اللي بيجي من الارض ده، واتعلم ازاي الاكل السبيريتوال، اركز مع نفسي، اركز مع نفسي، اخد منه الطاقه. اوكي، مش في ان واوت في النفس، هركز في النفس الان ده بيديني كل انرجي كويس وهو بيجي لي، والنفس الاوت بيطلع مني اي نيجاتيف. كان بقى اللي حواليا ولا لازم مكان إيه؟ معين ولا اي حاجه، النفس موجود في كل حته، الهواء ده موجود في كل حته. بس في اكستريم، مش طاقة المكان بتفرق؟ لا، في رأيي المفروض ان انت باور بتاعك اعلى من اي باور اي مكان. يعني مفيش حاجة اسمها اصل الكنبة دي مش عارفة مين قاعد عليها فانا لما اقعد عليها هتعب، انا ضد الكلام ده خالص. المفروض انت باور بتاعك انت اللي تأثري في الحاجات مش العكس، مش الحاجات اللي تأثر يعني فيه. المفروض ربنا خلق لنا كل ده هو اللي متسخر عندنا، مش احنا اللي هي الكنبة دي مش عارفة مين يقوم انا اتعب. مش مع الفكرة دي. في طاقة لكل حاجة، بس المفروض لو انت طاقتك كويسة انت اللي تأثري، يعني لو الحاجة دي طاقتها وحشة انا اللي أثر عليها ان الطاقة تبقى حلوة. اوكي. فهي الفكرة هنا ان انا ازاي استخدم نفسي سبيريتشوال، ازاي ان انا استخدم دماغي ويقيني ان اكيد ربنا بيعلمني حاجة تانية غير ان انا جوع واشرب. انا عندي 34 سنة. اوكي، انا بقالي 34 سنة بصوم كل شهر في رمضان. كل رمضان لما يجي بنصوم السنه، خلاص احنا حسينا بالفقره وفهمنا كل ده. ايه في حاجه تاني عايزين نتعلمها؟ ممكن نحس بيهم كمان في باقي السنه كلها. بالظبط، بس اكيد في حكمه من شهر رمضان، من الصيام وانه يتكرر كل سنه. هل انت ممكن تنسي الفقير؟ لا، ما فيش حد فينا هينسى، ما انت بتشوفهم كل يوم، انت بتشوفهم كل يوم بالعربيه. بالظبط، اكيد في حكمه كمان، اكيد في حاجه فايده ليك، يعني ربنا ما بيعملش اي حاجه ايا كانت غير لما تكون فيها فايده ليك مش بس للناس، لازم تبقى وين وين.
اللي هو يبقى انت مستفيد والناس مستفيده، مش فايده جسديه بس الانقطاع عن الاكل والشرب، اكيد فايده روحيه كمان. بالظبط كده، دي اللي احنا بقى عايزين نعرف ازاي تكنترول جسمك، ان انت اللي تقول تعمل ايه وامتى وفين. الناس وصلت لمرحله ان هو بيلاقي نفسه قدام الثلاجه، بقى جسمه اللي سايق 100%. الكلام ده كلام ناس كتير يعني مشهوره، وممكن نعمل عليه ريسيرشز كتير جدا. بس حرفيا انت بقيت تلاقي نفسك فجاه، سواء بتذاكر بتعمل اي حاجه، ران اواي اكتيفيتيز، ايا كان بتعمل ايه، جسمك تلاقي نفسك فجاه قدام الثلاجه، تلاقي نفسك فجاه رحت الحته الفلانيه، زهقان بتفتح الثلاجه، جعان بتفتح الثلاجه، عطشان الثلاجه، كل حاجه فعلا مرتبطه عندنا بالاكل. بالظبط. وبنتكلم كمان على اللي هي لو غصب عنك، ده انا بتكلم على الكارثه بتاعت ان تعملي ده عشوائي مش قصده، اللي هو السبكونشسلي، اللي هو انا لقيت نفسي رايح على الاكل، مش حتى انا اللي رايح اكل. اوكي، فاللخبطه دي لا، انت اللي ان كنترول، انت اللي جسمك ما ينفعش يتحكم فيك، انت جسمك ده حاجه بتشتغل عندك مش العكس. طيب انا عايزه اعرف، هل الطاقه الايجابيه مكمله للمعتقدات الاديان السماويه؟ طيب هو يعني ايه طاقه؟ يعني ايه طاقه؟ يعني الطاقه الناس مكبراها ان هي بقى سحر وشعوذه ومش عارفه ايه وكده، لا هي مش كده خالص. يعني هي الكهرباء طاقه والاكل طاقه وكل دي مصادر طاقه. فانت لما تتكلم الناس بقت فيزيكال زياده عن اللزوم، ده مش عيب. وفي نفس الوقت الطاقه دي لوحدها، الطاقه اللي هي اللي احنا بنتكلم عنها دي، بتتقاس على الكمبيوتر على فكره وعلى اجهزه كتير جدا. فاحنا مش بنتكلم في حاجه خزعبليه. شفتي اكيد الريسيرشز اللي موجوده مغرقه الفيسبوك ومغرقه النت، اللي هي بتاعه الميه، لما بتقولي جنبها كلام كويس البارتكلز بتاعتها، الخلايا جوه بتتغير، والنباتات وكل حاجه، كل حاجه. فما فيش حاجه اسمها اصل انا هفضل اقول كلام وحش او هعمل حاجات وحشه وحياتي هتبقى زي الفل، مفيش. انا لو انا تعبان هينعكس بره، ولو انا من جوه تمام وعندي سلام داخلي والدنيا كويسه اكيد هينعكس برضه. يعني الطاقه جزء من الاديان وجزء من الحياه كلها، لان هي موجوده فينا، هي العيشه. يعني ايه طاقه؟ احنا طاقه. احنا بدله. اوكي، دي بدله كده، دي حاجه فيزيكال، بس انت مش جسمك، انت اللي جواه. طب ازاي استغلها بقى في الشهر رمضان، شهر كريم اللي احنا فيه دلوقتي، استغلها بطريقه صحيحه؟ استغل الطاقه اللي انا بخزنها للسنه كلها. طيب هو انا لما انا اتعلم ازاي اتحكم في جسمي، لما انا اتعلم ازاي اتحكم في جوعي وعطشي واشبع، لما انا اتحكم ان انا اللي ابقى ان كنترول، مش كل حاجه في حياتي اللي ان كنترول عليا كنترول. نظريه المؤامره الرهيبه بتاعت ان مش عارفه مين بيعمل ايه عشان يضايقني، مين مش عارف، انت اللي مسؤول. يعني انت اللي مسؤول. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. انا لو كل حاجه جوايا اتغيرت، كل حاجه في حياتي بتنعكس، مش العكس. اشمعنى ده عنده كذا وانت لا؟ عشان هو عمل وانت لا. سبيريتشوال وبعدين اوت. ابطل افكر بطريقه ان الغلط ده مش مني، الكنبه مثلا اتخبطت في الكنبه، الكنبه هي اللي محطوطه غلط، لا انا اللي مش شايف، انا مش شايف. انستد اوف ان كل حاجه وحشه، انستد اوف ان انا حظي وحش، لا، انت بتفكر من جوه داخليا بطريقه مختلفه. تمام. ازاي بقى ان انا الطاقه السلبيه ابعدها عني برضو في شهر رمضان؟ طيب، عشان ما تتخزنش جوايا. طبعا الطاقه السلبيه طبعا بتفضل طاقه سلبيه، طاقه سلبيه بتتخزن جوايا. تقصدي طاقه سلبيه اللي هو الناس يعني، ولا طاقه سلبيه الناس؟ اوكي، التوكس بقى اللي هي ملهاش لازمه في رمضان. أيوة يعني بالظبط. طيب هو اللي بتفصلك دي عن رمضان، اللي هو نقعد نجيب في سيره حد. أيوة، بكلام مش لطيف ومش عارفه ايه. هو انا رايي بصراحه في الحته دي غريب شويه، بس انا رايي ان احنا بنعبد ربنا مش بنعبد الوقت. يعني هل المفروض النظريه بتاعت اني مش ابقى مش حقيقيه، اللي هي لو انا في رمضان، مش بقول ان الناس ما تعملش كده في رمضان بس انا بقول خليها على طول. يعني ليه في رمضان بس ما اجيبش سيره حد؟ ليه في رمضان بس مش عارفه اخد بالي من اهلي؟ ليه في رمضان بس اعمل موائد رحمن؟ خلي دايما ما دام ولو قل، ايا كان هو ايه. لو هتركز على 20 حاجه يقعدوا يكتبوا لسه طويله قوي كده رمضان، اعمل حاجه واحده بس تقدر تداوم عليها السنه كلها، تبقى دي جزء من شخصيتك، وحاجه صغيره، ما تعملش حاجه كبيره، بس تبقى ما دام ولو قل. مش هي احنا رمضان وزي الفل وبعد كده الدنيا تبوظ، ودايما ده اللي بيحصل في ناس كتير. رمضان زي الفل، وقت العيد الدنيا تضرب خالص الناحيه الثانيه، كله بيتغير بعد ليه بعد ليه تبقى رمضان. مش حقيقي كده. يعني ما اعمل اللي جواك صح. بالزبط. دور على الحقيقه فين بجد، بطل تتكلم على هم اللي قالوا لي وعدم التباين، وتبقى مش متاكد من اي حاجه وتقول هم اللي عملوا، لا خليك دايما حقيقي. دينا طبعا انا مش عايزه اخلص كلام معاكي، بس للاسف وقتنا خلص. بشكرك شكرا جزيلا. دينا سعيد لايف كوتش. شكرا. شكرا. مشاهدينا خلصت فقرتنا، بس لسه مكملين معاكم بقى فقرات معاك سعيد.